السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد هذه المرة مخصص للأساتذة الجدد أو موجه للأساتذة الجدد. هكذا ياخذوا بعض الأفكار وكيخص واحد المادة أو لا واحد الحصة نضافت هذا العام يعني في مستويات الدنيا اللي هي المستوى الأول والثاني، فهي يعني أسندت الأستاذ اللغة العربية، الثالث الرابع الخامس السادس أسندت الأستاذ اللغة الفرنسية، والمدة ديالها 30 دقيقة في الأسبوع، يعني حصة واحدة في الأسبوع اللي هي ديفلوبمون دي كومبيتونس دو في كما كتشوفوا قدامكم. غادي نحاولوا نهضروا عليها في بداية الفيديو اون جينيرال، شحال فيها من حصة، يعني العنوان او لاكس شحال فيه من حصه، ونعطيكم نموذج ديال لينيتي 1 ديال الثالث ديال الثوازيام اني كيفاش درت فيها. الا تبعتي لو غيد كاينين بزاف ديال لي زاتولي. اولا الا جينا للواقع 30 دقيقه ما يمكنلكش دير دوك لي زاتولي كاملين، يقدر يكون استثناء في الاقسام اللي فيها 10 او 8، اما مع العدد الكبير والمستوى المتدني للتلاميذ في اللغه الفرنسيه صعيب باش دير دوك لي زاتولي اللي كاينين في لو غيد يعني في كل حصه. نتقسم معكم التجربه ديالي في هاد لينيتي 1 ونهضروا اون جينيرال في بدايه الفيديو على ديفلوبمون دي كومبيتونس دو في. قبل ما نبداو في الفيديو كنتمنى انكم تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي تعاونوا الفائده، كذلك كنتمنى من الاساتذه يعني اللي من داخلين في دي جروب او لا يبارطاجيوها في لي جروب ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي. الغرض هو يعني نتشاركوا ونتقاسموا الافكار. كنتمنى ان الناس اللي كتشوف القناه لاول مره ما ترددش في المشاركه وتفعيل الجرس، ما تنساوش تدعموا القناه بالايجاب في لي فيديو. كنتسنى الاراء ديالكم والتعاليق ديالكم. نبداو على بركه الله. إذن هاد لا ماتيير فيها 5 د الحصص، كل حصه اسبوع، بحال كتنطبق بحال لابويزي. لابويزي وحده فيها 5 د الحصص يعني 5 د الاسابيع. نفس الشيء بالنسبه لنا، يعني موضوع واحد فيه 5 د الاسابيع كل حصه في اسبوع. الحصه الاولى اش كيكون فيها؟ كتكون فيها لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت، الملاحظه، وكنتعرفوا على داك الموضوع. اهم حاجه خصو يخرج بها التلميذ في ديك الحصه الاولى انه ياخذ مفاهيم مصطلحات، يعني يقوي الباجاج ديالو، اغناء داك المعجم ديالو في هذيك في داك التخصص. يعني اغلبيه عندهم لا سيكوريتي روتيير، يعني خصو يعرف الكلمات او المفاهيم لو مود لا فامي ديال هذوك الاطفال. دوزيام سيونس فيها لابليكاسيون اي لونترينمون. فهاد دوزيام سيونس كيكونوا دي شونسون ولا دي جو ولا لي زوين فهاد الماتيير بانها اكتيف ماشي ممله، ماشي بحال لا ليكتور مختلفه، يعني فيها دي زاكتيفيتي اللي يقدروا داك بواسطتها ضبط القسم. يعني غادي نحرمك، غادي ندير لك، غادي يعني كتهديدات انك الا ما كنتيش ما غاتشاركش في لو جو، ما غاديرش هكذا كتضبط القسم. في 3 و 4 رياليزاسيون وفي 5 ايفالياسيون اي سوتيان. الان غادي نتقسم معكم التجربه ديال اليونيتي 1 اللي قمت بها، يعني بالنسبه للمستوى الثالث كما كتشوفوا هنا. اليونيتي الاولى بروميير يونيتي، بروميير يونيتي عندنا لي كومبوزون دو ليسباس روتيير. لي كومبوزون دو ليسباس روتيير هذا هو اللي غادي نخدموا عليه 5 سيونس. انا عندي المستوى ديال التلاميذ في لا ليكتور ناقص بزاف الان، عاد كنخدموا عليه، يعني ما يمكنش ندير لي زاكتيفيتي اللي يكونوا قاصحين سواء في اللونغ او لا على التلاميذ. حاول تاخذ ما يناسب القسم ديالي، راه ما كاينش مفتش اللي غادي يفرض عليك انك خصك دير دوك لي زاتوليه كاملين اللي في ليغي. الوغ بالنسبه للحصه الاولى اوبزرفاسيون اي دو كوفر، شنو درت؟ اصلا عنوان الحصه هو سيغ لو شومان دو ليكول. فيه لوبزرفاسيون تاخذوا الصور اللي متوفره عندكم، دي بوستر ما كانوش عندكم ممكن تقلب في لو ليفر ديال المستوى ديالك الا كاين واحد البوستر اللي فيها طريق او فيها هذا تعطيها للتلاميذ. من ديك الصور غادي نخرجوا الباجاج اللي باغيين نوصلوا ليه حنايا. باغ اكزومبل هنا غادي نشوفوا داك، غادي اوبزيرف ليماج كيف كو فوي سور ليماج، غيعطوني الحويجات اللي باغيه والحويجات اللي ما باغياش. هذا هو الاول، مثلا سوتين في عندنا كذلك، انا غير كنعطي امثله اللي يقدر يقترحوا مثلا داك التلميذ علينا هنا، مثلا باساج بيتون، داك لي فو، واحد يقدر يقول لك فو فيغ، واحد يقول لك فو روج، واحد يقول لك فو اورانج، كاع الاحتمالات كنكتبهم. من بعد داك الباجاج اللي لقينا في السبوره جزئناه، شكون اللي عنده علاقه بلي سباس روتيير او لو شومان دو ليكول،
وشكون اللي ما عندوش؟ درنا واحد الخانه واستفنا هذه الكلمات اللي بغينا، اللي بحال مثلا فواتور، مثلا باساج بيتون، بانو دو سينياليزاسيون، فو روج، فو فير، فو جون، هادشي درناه في واحد الخانه. اذا هذا هو لونغاج اللي كنقلبوا عليه هاد النهار، غنقراوه، غادي نديروا لي ريبيتيسيون. ماشي ضروري نلتزموا ببوستر وحده، مثلا نقدر نشوف دوتغ بوستر اللي يكونوا فيها مثلا اكول، فارماسي، نشوفوا يعني الحويجات اللي كيشوف التلميذ، كاميون، المهم اللي غادي يتلقى بهم في الطريق بحال هكا، مثلا اجون دو سيكوريتي. المهم بدلوا الصور، دابا الحمد لله كاينين لي داتا شاو في الاخر في الاداره، تقدر تاخذي البيسي ديالك وتاخذ مجموعه ديال الامور. من بعد يعني من هذا الامر هذا، يعني كنديروا واحد لافيش دي زيماج لي زانفيتي ا اوبسيرفي، كان انفيتيو لي داك لي زابرونون باش ي اوبسيرفي وكذلك يعني اي كومونتير، ماشي غير لوبسيرفاسيون، حتى الكومونتير او الكومونتير. من بعد هذه دائما في اطار الحصه الاولى كنديروا درنا واحد ايتاب اخرى، سي تي ني جو جو اللي كنستعملوها حتى في البريزونطاسيون ديال لي لاتر جداد او لي سون جداد، كنستعملوها يعني كن انفيت لي زابرونون ا ابلودير ا شاك فوا كيل اونتون ان مو ريليفون دو ليسباس روتيير. فوقاش ما نسمع واحد الكلمه عندها ارتباط بالليسباس روتيير يصفق، باغ اكزومبل غتقول فواتور يعني غادي يصفقوا التلاميذ. هكذا اللي ما صفقش كيتقسم اللعبه، عاوتاني كايي هادي ما خصوش يصفق، اللي صفق يتقسم اللعبه، ليفر، باساج، بيتون، كاميون، دومينو، بانو دو سينياليزاسيون. هكذا دوك اللي كيبقاو لنا، انا غير عطيت امثله في هاد البريزونطاسيون فقط، اما راه يعني خصك شحال ما باقي لك التلاميذ ما تقساوش وانت كتعطي ديمو هكذا باش تكفتالي كيكون عندنا واحد لو غانيون. هادي دائما في اطار الحصه الاولى. في اطار الحصه الاولى كذلك قمت بهذا لو جو هذا، الا ان الصراحه اللي باغي يقوم بهذا لو جو على حق الطريق خصو حصه كامله، اما لي سباس ديال القسم كيكفيك اولا كضطر تخرجهم لا سال لا كور للساحه، وكدير واحد الدائره كما هي موضحه هنا، وكنجيبوا واحد لو بالون كنعطيو واحد الكره لواحد في التلاميذ، وكنطلقوا واحد شونسون اللي تكون عندها علاقه ب ليسباس روتيير ولا لا سيكوريتي روتيير. باغ اكزومبل هما مقترحين علينا في لو غيد جو ترافيرس لا روت، تقدر تكتب لو تيتر في اليوتيوب وغادي تلقى الشونسون، يعني ضروري دابا عندنا داك ديبا في كل استاذ عنده كتلقى هذيك البالون كتبقى يعني سيركولي ما بيناتهم، مثلا الالف الان كيعطيها للثاني والثالث، والموسيقى مطلقه، مجرد كتوقف ديك الموسيقى خص التلميذ اللي تقبطات الكره في يده يعطينا واحد لو نون دو فيهيكول، يعطينا اسم ديال واحد الفيهيكول او ميم طون خصو يكارد ما يطيحش الكره، اي واحد طاحت له الكره كيتقصى، اي واحد وقفت الموسيقى وفي يدو كره وما قدرش يعطينا لو نون دو فيهيكول غادي حتى هو غادي يتقصى. هكذا وحنا كنقلو الدائره كتصغر حتى كيبقى لنا فائز في الاخر. هادشي كامل درته في الحصه الاولى، يعني لوبسيرفاسيون لو جو الاولى اللي هي ديال الصفاق، والجو الثانيه هي هادي. اما الا مشيتي للكيد راه فيها بليزيوغ اتولي، لاتوليه الثانيه اكتفيت بلا شونسون سولمون اللي هي سوا بريدون، درت لها درت الخدمه فيها بحالها بحال لا بويزي، حاولت نكتبها في سبوره، نديرو المهم لي كاستيون اللي هما عاديين، كيلي لو تيتر دو ديال هاد لا شونسون ولا ديال هاد البويم، شحال فيها من فيغ، حاولت نقراو لو فيغ الاول ونديرو لي ريبيتيسيون، يعني حفظو كنمسح الاول عاوتاني الثاني الثالث الرابع حتى سالينا. هادشي اللي درت في الحصه الثانيه. بالنسبه للحصه الثالثه، اول حاجه بديت بها هي في الحصه الثالثه، اول حاجه درتها هي واحد الميزون بحال ريفيزيون ديك لا شونسون اللي كنا درناها. من بعد واحد لو جو ثانيه، هاد لو جو كتبغي شي شويه الماتيريال، خاصنا فواتور، خاصنا بانو دو سينياليزاسيون يعني نكونوا وجدناه قبل، مثلا باساج بيتون يكون مرسوم، يعني دوك الامور اللي مكونات واحد الكاميون اللعاب، هاد الامور كنجزء القسم
المجموعات مكونة، كنجزئوا القسم المجموعات كما قلنا مكونة من يعني واحد اربعة الاشخاص ولا خمسة، عدد كبير التلاميذ ماشي جوج، كثر من جوج. المهم القسم كتكون منه اربعة المجموعات، يقدر يكون فيهم خمسة يقدر يكون فيهم ستة. وخصني نختار من ضمن كل فريق جوج الناس، واحد اللي كنغطيو له العينين ديالو كيتسمى بابيون، والثاني كونديكتور. الوغ مثلا ليكيب ا غادي يلعب كونتر ليكيب بي، هذيك ليكيب ا غادي يعطينا واحد غادي نغمضوا ليه عينيه، وليكيب بي غادي يهز هذوك لي زوبجي اللي هما فواتي و بانو سينياليزاسيون الى اخره. وقبل غادي يكون الاستاذ حدد المكان ديال البانو دو سينياليزاسيون، المكان فين خصها تكون لا فواتور، فين يكون الباساج دو بيتون، فين. الوغ هذاك اللي غمضنا ليه عينيه كيشد لي زوبجي من عند الفرقه المضاده ليه كيعطيو الفواتور، وخصو يمشي بالتوجيه ديال الكونديكتور يوريه فين يحط هذه وفين يحط هذه وفين يحط كل اوبجي. هكذا الفرقه الثانيه كنلعبوا هكذا، وفاش كيتحفظ داك لي سباس كيمكن الاستاذ يزيد يصعب اللعبه، يحط مثلا يبدل يغير اماكن، يحط كرتونه قدامه، يحط شي خشبه في بلاصه، مع مراعاه من طبيعه الحال سلامات التلاميذ. هذه في الحصه الرابعه هنا قمت بواحد الامر، لعبه في الاول عاد في عاد هادشي اللي كنشوفو قدامكم هو الثاني. في خلال الحصه الرابعه خدمت في لعبه كتستعمل دو بيرسون جوج الاصدقاء، وجبنا دي كارت اولا دي زافيش ولا ورقات مرسومين فيهم دي مو اللي عندهم علاقه مثلا بواحد لي سباس روتير، باغ اكزومبل الصوره الاولى فيها فواتور. مثلا التلميذ الاول مع التلميذ الثاني، كنوري للتلميذ الاول الصوره وخاصو يوصف للصديق ديالو لما كتشير ديك الصوره غير بالاشارات بلا ما يهضر، وخص الصديق الثاني يتعرف عليه. هاد اللعبه كنديروها يعني في بزاف د الامور هكذا حتى كيلعب القسم كامل. من بعد في نهايه الحصه يمكن لك تكتفي غير بهاد لو جو، انا في نهايه الحصه عطيتهم هاد التمرين بحال هكذا، وخص التلميذ يكون ليا واحد لو بيتي تاكست يكون من البرودكسيون ديالو جو في اليكول اون، ويختار ليا باش كيمشي ليكول واش بلو فيلو ديالو ولا لا فواتور ديال لا فامي ولا ترونسبور سكولير، ولا يعني غادي يعمل لي هاد الفراغ هاد الفراغ عفوا. عاوتاني لا ديستونس شي دو شي موا ا ليكول، اي ويحدد لي المسافه التي تفصل ما بين المنزل والمدرسه، ويكمل لي الجمله التاليه اللي هي جومي اور بور الي ا ليكول. هذا مجرد اقتراح، يقدر لك تخلي هاد لافيش حتى الحصه الخامسه، هذه هي لي فالياسيون بالنسبه لي. الحصه الخامسه عندي هاد الاسبوع مازال ما قررتش شنو غادي ندير فيها، ان شاء الله الا كنتو مهتمين نقدر ندير فيديو اخر في الحصه يعني الخامسه هي لي فالياسيون او لا مقترح ديالها. كنتمنى انكم تخليوا لي التعليق ديالكم، تقسموا معايا التجربه ديالكم، وشكرا.